هذا هو الشكل النهائي بعد ما تركتها في الثلاجة لمدة ساعة كاملة. إن شاء الله تنال إعجابكم وجربوها بإذن الله سميع العليم. ما تنسونيش بالإعجاب والاشتراك مع تفعيل الجرس على الكل لكي يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. رجعتكم بفيديو اليوم جديد، وفي هذا الفيديو جبت لكم معي طريقتي في تحضير الحليب المركز، الحليب المحلى، وإلا نقول له ثاني كما نقول حليب نيسلي يكون مركز ومحلى، نستعمله في الحلويات بما أنه قرب كما نقول عيد الفطر المبارك. نبدأ إن شاء الله نحضر الحلويات بإذن الله السميع العليم. ومكونات بسيطة تواجد في المنزل بسعر منخفض أحسن من تشتريه كما نقول بسعر مرتفع. نحتاج بتكم هنا بنات اول مره تلقاوها على اليوتيوب كما نقولوا في اي مكان اخر، المقادير المضبوطه. جيبي يا البنات هذو الفناجل تاع الحليب تاعك، اخي كاينين يتباعوا تاع الحليب مع تاع القهوه يكونوا كيف كيف. نتاع الحليب ديري فيهم واحد سكر وواحد حليب مجفف بودر، واللي نديرو فيهم نشربو فيهم القهوه ديري فيهم واحده زبده وكاس كما نقول عفوا وفنجان من الماء. كيفاه نديروها؟ جيبي يا البنات بلا ما تضعي على النار، جيبي الوعاء اللي راح تمزجي فيه المكونات، ديري السكر نتاعك هكذا بهذه الطريقه، ضيفي فوقها بنات حليب المجفف بهذه الطريقه بودر كما نقولوا، وتزيدي ضيفي فوقها الكميه تاع الماء بهذه الطريقه. نعم، بعد ذلك نضع المكونات جميعا على نار هادئه ونبداو نمزج. نمزج جيدا الى غايه تذوب هذه المكونات جميعا مع بعض بهذه الطريقه. بنات نمزجو جيدا، لازم هذاك السكر يذيب يذوب عفوا، نقدم لكم تشوفوا الصوره اوضح، لازم المكونات كامل تذوب. جبت لكم بنات كما نقولوا مقادير مضبوطه باش ما تغلطيش نهائيا في تحضير حليب المجفف تاعها، عفوا الحليب المحلى المركز ولا حليب نيسلي كل واحد كيف يسميه. بهذه الطريقه نعم هو بدا بنات يذوب لي كما نقولوا السكر مع البودر يمتزج. انا زدت لهم كميه تاع الزبده وتبداي تمزجي بهذه الطريقه، تذوبي كما نقولوا الزبده وتبداي تبقاي بنات تحركي تحركي حتى يتركز لك كما نقولوا يثقال لك يختار ولا كل واحد كيف يسميها. بهذه الطريقه ذوبي حتى نذوب لك الزبده هذه ويبدا القوام نتاعو كما نقولوا يبدا يثقال ويكون لك كما نقولوا حليب نسلي مركز محلى ومركز هكذا سميوه. نصنعوا به الحلويات للحشو داخل كما نقولوا الحلوى، ما شاء الله احسن بنات من انك تشريه بسعر مرتفع. تبقاي تمزجي هكذا بنات الى ان القوام نتاعو كما نقولوا يتكاثف. خصوصا انه كما نقولوا العيد الفطر مبارك ما بقالوش كثير، كاينين النساء يفوتوا سمانه تاع رمضان الاول ويبداو يحضروا في حلويات تاع العيد. بصراحه راح نفوت انا الاسبوع الاول مانيش راح نحضر فيه، الاسبوع الثاني عندي اختبارات، لاني هذا الاسبوع ان شاء الله راح نحضر الاختبارات نتاعي، عندي الامتحانات نتاعي. الاسبوع الثاني من رمضان ان شاء الله راح نفوت فيه الامتحانات نتاعي باذن الله السميع العليم. بعد الامتحانات مباشره نبدا في تحضير حلويات العيد باذن الله السميع العليم. ابقوا معايا بنات واشتركوا في القناه باش نشارك معكم باذن الله السميع العليم الحلويات اللي راح نحضرها ان شاء الله في عيد الفطر المبارك. المهم بنات تبقاو تمزجوا حتى يتكاثف، وبعد ذلك نوري لكم الخطوه اللي بعدها. هذا هو الشكل النهائي بعد ما تركتها في الثلاجه لمده ساعه كامله. ان شاء الله تنال اعجابكم وجربوها باذن الله سميع العليم. ما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك مع تفعيل الجرس على الكل لكي يصلكم كل جديد.